النهارده بتمر ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الكسار، احد ابرز رواد الكوميديا في مصر والوطن العربي، واللي قدر يترك بصمه ما تتنسيش ابدا في عالم المسرح والسينما رغم بداياته المتواضعه وكمان عدم دراسته للفن. علي الكسار قدر ان هو يقدم شخصيه شهيره جدا وهي عثمان عبد الباسط، واللي لسه معلمه لغايه دلوقتي مع الناس، كمان افهاته اللي لسه عايشه لحد النهارده حفر اسمه كواحد من عمالقه الفن في عصره، عبر مسيره فنيه امتدت لعقود. خلونا نشوف محطات في حياه الفنان الراحل. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علي الكسار، أحد أبرز نجوم المسرح وصانع الكوميديا في مصر. رغم أنه لم يدرس المسرح أو السينما بشكل أكاديمي، فاشتهر بلقب ملك الإفيهات الأسمر، وتميز بإفيهاته الكوميدية التي جعلته يتفوق على أبناء جيله. أنتوا مش بتبيعوا أربع حتت بدرهم وحتة بلاش؟ أيوه تمام. كويس، يعني الأربع حتت دول بدرهم. أيوه أهم، مش عاوزهم، والحتة دي ببلاش. أيوه بلاش، انا مش عايز الاربع حتت دول. ادفع لكم فلوس ليه؟ لا ما تدفعش. والحته دي مش بتقول انها بلاش؟ ايوه بلاش. خلاص انا هاخد الحته دي. خدها. عايزين حاجه؟ لا مش عايزين. سلام عليكم. برضو عليكم السلام. ولد علي الكسار في حي السيده زينب بالقاهره، وكان اسمه الحقيقي خليل سالم ابراهيم. ورغم ان اسمه لم يكن مألوفا في عالم الفن، الا انه اختار ان يستخدم اسم جده لامه علي الكسار ليصبح اسمه الفني، وكانت والدته تدعى زينب علي الكسار، من هنا جاءت التسمية التي لازمته طوال مسيرته الفنية. إنما البتاع اللي عمال نحركيه من الصبح ده جيسه إيه؟ الله ولا نعم تو لذة. الله ده طعم قوي قوي. إيه ده يا أخي؟ الله وجابك. في بداية حياته المهنية عمل علي الكسار في مهنة السروجي، وهي نفس المهنة التي كان يعمل بها والده، لكنه بحث عن مهنة أخرى تناسبه فعمل في مجال الطهي مع خاله، وخلال هذه الفترة احتك بالنوبيين وأتقن لهجتهم، وهو ما أضاف بعداً مختلفاً لشخصيته الفنية في المستقبل. أنا مجنون. اضرب بقولك. راح نضرب. اضرب. ما جرالكش حاجة؟ لا. يخرب بيتك، ده انت حيطة. عام 1907 كان نقطة التحول في حياته عندما بدأ مسيرته الفنية بالعمل في فرقة دار التمثيل الزينبي، ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد، فقد انضم إلى فرقة جورج أبيض حيث تعرف على الفنان أمين صدقي. التعاون بينهما أسفر عن تكوين فرقة تمثيل عام 1916، وهو ما ساعد في ترسيخ اسمه في عالم المسرح. ما تنزل مع السلامة. انزل قلوله انزل يخرب بيتك، ده بينه بزنبلي. نجاح علي الكسار في المسرح فتح له أبواب السينما، حيث حقق شهرة واسعة عندما قدم فيلم سلفني 3 جنيه عام 1939، وهذا الفيلم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته السينمائية، إذ اكتسب بفضله جماهيرية ضخمة، وقدم بعده العديد من الأفلام التي تجاوز عددها 40 فيلماً، من أبرزها ألف ليلة وليلة، علي بابا والأربعين حرامي، ورد شاه، وعلى قد الحافك. يخرب بيتك، دي مش مرض، دي مصيبة. طيب أعوذ بالله، زي اللي متجوز عسكري. مش مرض، دي مصيبة. انت ليه بتتمحلي يا هنا؟ على مدار مشواره الفني دخل الكسار في منافسة قوية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني، الذي كان يقدم شخصية كشكش بيه. في محاولة لتقديم ما ينافس هذه الشخصية، ابتكر الكسار شخصية عثمان عبد الباسط النوبي التي حققت نجاحاً هائلاً، واستمرت كواحدة من الشخصيات الأكثر شهرة في عالم الفن المصري. ما تعرفش بيت عثمان عبد الباسط؟ بيت عثمان عبد الباسط؟ أيوه. وده بيت عثمان عبد الباسط، وانا عثمان عبد الباسط. انت عثمان عبد الباسط؟ ايوه انا عثمان. يا شيخ ده انا قلبت عليك الدنيا. وبعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، رحل علي الكسار عن عالمنا في 15 من يناير عام 1957، عن عمر ناهز 70 عاما، تاركا خلفه ارثا كبيرا من الاعمال الفنية التي اضحكت الملايين واثرت في تاريخ المسرح والسينما العربية.